بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 26. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن صفة الصلاة عند قوله ثم يقرأ بعدها، أي بعد سورة الفاتحة، سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، تقدم الكلام على الجملة الأولى وهو ما يقرأ في الصلوات من طوال المفصل أو من أوساطه أو من قصاره، وانتهينا إلى الجملة الثانية، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. يعني يشترط في القراءة في الصلاة أن تكون موافقة لرسم المصحف العثماني المنسوب إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد رضي الله عنه، وذلك أنه في وقته، في وقت خلافته رضي الله عنه، حصل اختلاف في القراءات في الأمصار، فخشي المسلمون من تطور هذا الخلاف في القراءات، اختلاف المصاحف، مما يكون له تأثير على حفظ القرآن الكريم، ومما يحدث النزاع بين المسلمين، فأشاروا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بكتابة المصحف على هذا الرسم المعهود المعروف، وأجمع الصحابة على ذلك، فكتب المصحف بأمر عثمان وبعمل الصحابة وإشرافهم، واتفقوا عليه، ثم نسخ منه عدة نسخ وأرسلت إلى الأقاليم، ثم جمعت المصاحف المخالفة لهذا المصحف فأحرقت خشية الاختلاف بين المسلمين، فحصل بذلك مصلحة عظيمة للمسلمين، وهذا تحقيق لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن قرأ بقراءة في الصلاة خارج عن مصحف عثمان فإنها لا تصح صلاته، لأنها خلاف المتفق عليه بين المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. كقراءة كما يروى عن ابن مسعود أنه يقرأ قوله تعالى في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فكلمة متتابعات هذه خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، وأمثال ذلك. نعم، ولو كانت كلمة واحدة يعني قرأها المصلي، ولو كانت، نعم، لأنها ليست قرآنا. أحسن الله إليك. الخارج عن مصحف عثمان ليس قرآنا يتعبد به، بدليل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، إنما تكون تفسير
يصح أن تكون هذه القراءات الخارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه يستشهد بها من باب التفسير للقرآن فقط. ولهذا يقول الناظم: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا، يعني الرسم العثماني يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، يعني يشترط في القراءة هذه الشروط الثلاثة: أن تكون موافقة للنحو، وأن تكون موافقة للرسم العثماني، وأن يصح سندها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. نعم، فإذا فرغ من القراءة بعد الفاتحة فإنه يركع، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا، قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. قال سبحانه: واسجدوا واركعوا. نعم، فالركوع ركن من أركان الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وهو الإنحناء إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه. الركوع هو الإنحناء حتى تصل يداه إلى ركبتيه، عبادة لله سبحانه وتعالى وخضوعا له. ولا يجوز الركوع إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لشخص أن ينحني لمخلوق ولا أن يسجد لمخلوق، لأن هذا عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويكون في حالة انحطاطه للركوع مكبرا بأن يقول: الله أكبر. والتكبير هنا واجب من واجبات الصلاة. إن تركه متعمدا بطلت صلاته، أو أتى بغيره من الأذكار لم يجز، وإن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو كما يأتي. رافعا يديه مع التكبير كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، ثم يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، وتكون مفرجتي الأصابع، يلقم كل يد ركبة ويفرج بين أصابعها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويمد ظهره مستويا، يمد ظهره مستويا يعني ممتدا، لا يكون مقوسا، وإنما يكون ممدودا مستويا، ويكون رأسه بحيال ظهره، فلا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه، وإنما يكون بحذاء ظهره وهو ممدود في الركوع. هذه صفة الركوع كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قلتم لا يجوز الركوع ولا السجود لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، فما نقول في قول الله تعالى عن يوسف: وخروا له سجدا؟ هذا خاص بشريعتهم، لكنه نسخ في شريعتنا، فلا يجوز الركوع والسجود إلا لله. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا شخصا أن يسجد لشخص لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يجوز السجود في شريعتنا، ولا الركوع لأحد
والانحناء لأحد في شريعتنا، الانحناء أيا كان، إماء بالرأس، الإماء بالرأس أو خفضه، لأن هذا نوع عبادة ونوع خضوع، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. حسن الله إليكم. قال ويقول سبحان ربي العظيم، هذا بيان الذكر الذي يقال في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم ويكررها المجزي واحدة، والأفضل والأكمل عشر، وأدنى الكمال ثلاث. يقول سبحان ربي العظيم الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث، أن يكررها ثلاث مرات، وأعلى الكمال أن يكررها عشر مرات، ويدعو معها بما تيسر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. والمناسبة والله أعلم أنه في هذه الحالة، حالة الخضوع في الركوع والسجود والذلة والانكسار بين يدي ربه، ناسب أن يثني على ربه بهذا الثناء بالتعظيم ووصف الله بالعلو على عرشه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. فإذا انتهى الركوع رفع رأسه، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يرفع الجميع رؤوسهم من الركوع، لا بد من هذا. ويقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط، ولا يقول سمع الله لمن حمده، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. هذا الذكر الذي يقال عند الرفع والذي يقال بعد الاعتدال، الذي يقال بعد الاعتدال سيأتي إن شاء الله، لكن هذا الذي يقال عند الرفع سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع استجاب، سمع الله لمن حمده أي استجاب، لأنه معد باللام، فدل على أن معناه الاستجابة. أما إذا عدي سمع بنفسه لقد سمع الله قول التي تجادلك، فمعناه السمع المعروف، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما إذا عدي بالحرف صار معناه الاستجابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. بعد قيام المصلي يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الذكر الذي يقال بعد الاعتدال من الركوع، وهو واجب من واجبات الصلاة، هو واجب من واجبات الصلاة لا يجوز له تركه، وأقله هذا اللفظ ربنا ولك الحمد. وإن زاد فقال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فذلك حسن، وإلا فالواجب أن يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب، وما زاد عليه فإنه مستحب. ومعنى ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أن هذا الحمد يملأ هذه المخلوقات العظيمة، مما يدل على عظم حق الله سبحانه وتعالى على عباده وكثرة نعمه وفضله التي تستحق الحمد تستحق الشكر. والله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأسمائه وصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. نعم، فهو المستحق للحمد والثناء. نعم. قال: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم. طبعا والمأموم يقول ما بعد ذلك من السماء من الأدعية. نعم. أي نعم، لكنه لا يقول سمع الله لمن حمده. نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء بعد الانتهاء من الاعتدال في بعد الركوع. الاعتدال بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو أنه رفع من الركوع ثم سجد على طول ولم يعتدل لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. فبعد الاعتدال من الركوع وقول ما ورد فإنه ينتقل إلى السجود، يخر يعني ينحط مكبرا أي يقول الله أكبر، وهذا من واجبات الصلاة أيضا، تكبيرات الانتقال كلها من واجبات الصلاة هذا وغيره. ساجدا على سبعة أعضاء ثم بينها، فقال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، هذه أعضاء السجود، لما جاء في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فلا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة، فإن رفع واحدا منها من غير عذر في كل سجوده فإنه لا تصح صلاته. نعم. قال: مع ثم جبهته على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. وهكذا يكون الانحطاط للسجود: أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، هذا صفة الانحطاط للسجود كما وردت في الحديث الصحيح. نعم. ثم ولو مع حائل، يعني ولو سجد على حائل بينه وبين الأرض كالفراش والسجادة فهذا لا يؤثر، إن باشر الأرض بسجوده فهو أفضل، وإذا اتخذ حائلا وفراشا يسجد عليه فلا بأس بذلك، خصوصا إذا احتاج إلى ذلك لحر الرمضة أو لكون الأرض فيها شوك أو فيها حصى فيتخذ له وقاية فلا بأس بذلك. الصحابة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم وضع جبهته على الأرض من الحر وضع عمامته وسجد عليها،
ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى على الحصير، نعم، فدل على أنه لا يشترط مباشرة الأرض بالسجود، وإنما هذا من باب الأفضلية إذا تيسر، نعم. أي إذا عمد إلى مباشرة الأرض فهذا أفضل؟ هذا أفضل مع عدم المشقة، أما إذا كان عليه مشقة تشوش عليه في صلاته فالأفضل أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا يسجد عليه ليطمئن في صلاته، نعم. لكن قد يدخل المسجد فيقول أريد أن أصلي على البلاط ولا أصلي على الفرش، أفضل في حقه؟ لا، ما هو بأفضل في حقه، ما ليس هذا أفضل، إذا لا يتكلف شيئا، إذا وجد الفراش صلى عليه، إذا وجد السجادة صلى عليها، إذا لم يكن هناك شيء صلى على الأرض، نعم. أحسن الله إليكم. أما أنه يتكلف ويقول يترك الفرش ويصلي على الأرض أو على البلاط فهذا غير مستحسن، نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. نعم، هذا في السجود، إذا سجد على سبعة الأعضاء المذكورة فإنه لا يتضام يضم بعض جسمه إلى بعض، وإنما يفرج بين أعضائه، فيجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، يعني يرفع بطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ولا يلصق بعضهما ببعض. هذه صفة السجود المستحبة، إلا إذا كان في مكان ضيق أو كان يشق على من بجانبه في مجافاته فإنه يضم أعضاءه إليه ولا يشق على من بجانبه، أو كان السجود طويلا ويتعب من المجافات فلا بأس أن يستعين بركبه وأن يضع يديه على يتكي على ركبتيه حتى لا يتعب ويمل من طول السجود. نعم. والقدمان يا شيخ كيف يضعهما في سجوده؟ يضمهما أو يفرقهما؟ لا بس يضمهما أو يفرقهما، تفريقهما أحسن بلا شك. نعم. ويقول: سبحان ربي الأعلى. هذا هو الذكر الذي يقال في السجود، سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة والمستحب أدنى الكمال ثلاث مرات وأعلى الكمال عشر، سبع مرات أو عشر مرات، ويدعو مع ذلك، يدعو مع التسبيح بما تيسر، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. لكن بعد الإتيان بهذا الذكر سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ثم يرفع رأسه من السجود، يرفع رأسه من السجود مكبرا بأن يقول الله أكبر، هذه تكبيرة انتقال وهي واجبة من واجبات الصلاة، ثم يجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، فلو أنه رفع من السجدة ثم سجد الثانية مباشرة ولم يجلس لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. ويكون صفة جلوسه بين السجدتين مفترشا، يعني يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها بأن يجعل ظهرها إلى الأرض ويجلس على بطنها، وينصب اليمنى يعني يرفعها ناصبا يمنى بأن يجعل أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى أعلى، هذا هو النصب،
هذه صفة الجلسة بين السجدتين. نعم. ويقول رب اغفر لي، هذا هو الذكر الذي يقال بين السجدتين. الواجب أن يقول رب اغفر لي، هذا هو الواجب، وإن كرر ذلك 3 مرات أو 7 أو 10 فهو أفضل. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني لورود الحديث الصحيح بذلك. نعم. ويسجد الثانية كالأولى. نعم، ثم يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى في صفتها وأحكامها. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. هذا بعد الفراغ من الركعة الأولى، ينهض منها من سجوده، يعني يقوم، معنى ينهض يعني يقوم من سجوده على صدور قدميه، أي مقدم قدميه، معتمدا على ركبتيه، معتمدا بيديه على ركبتيه إن سهل ذلك لأن كان قويا، أما إن كان كبير السن أو مريضا فلا بأس أن يعتمد على الأرض في حال قيامه، يعتمد بيديه على الأرض، أما إذا كان قويا فالأفضل أن يعتمد بيديه على ركبتيه إن سهل عليه ذلك. نعم. ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. نعم، يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى فيما ذكر، في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلسة بين السجدتين، وما يقال في كل ركن من هذه الأركان، يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى تماما بأفعالها وأقوالها وصفتها، ما عدا التحريمة، تكبيرة التحريم، تكبيرة الإحرام تختص بالركعة الأولى، أما التكبيرة الثانية وما بعدها فيكفي تكبير الانتقال، تكبير الانتقال من السجود إلى القيام، هذا يسمى تكبير الانتقال، وهو واجب من واجبات الصلاة كما سبق. نعم. شيخ، مواضع تكبير الانتقال متى يكبرها المصلي؟ يكبرها حالة الانتقال بين الركنين؟ بين الركنين، نعم، في حالة الانتقال لا يؤخره لما يدخل في الركن اللاحق ولا يأتي به قبل أن ينتقل، بل يكون في حالة الانتقال، هذا محله. نعم. ثم يجلس مفترشا ما عدا، قال ما عدا يعني يصلي الثانية كالأولى ما عدا التحريمة، وهذا عرفنا، وما عدا الاستفتاح والتعوذ فإن هذا من خصائص الركعة الأولى فلا يستفتح في الثانية، الركعة الثانية. نعم. ولا يتعوذ قبل القراءة لأن هذا من خصائص الركعة الأولى. قالوا إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فإنه يتعوذ في الثانية، وكذلك تجديد النية لا يجددها في الثانية، تكفي النية التي عند الدخول في الصلاة إذا لم يعدل عنها ويقطعها، كانت معه مستمرة فلا حاجة إلى أن يجددها للثانية لأنها مستمرة معه. نعم. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى. نعم، هذه صفة الجلوس للتشهد الأول من الصلاة الرباعية
أو الصلاة الثلاثية كصلاة المغرب. إذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فلا بد من الجلوس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين. وصفة الجلوس أنه يجلس مفترشا بأن يفرش الرجل اليسرى فيجعل ظهرها إلى الأرض ويجلس على باطنها وينصب اليمنى كما سبق في الجلوس بين السجدتين تماما، ينصب اليمنى ويجلس ويفترش اليسرى ويجعل يديه على فخذيه، يجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. أما الأصابع اليدين ففي اليد اليمنى يقبض خنصر اليمنى وبنصرها وهو الذي يلي الخنصر، يقبض الخنصر والتي تليها وهي البنصر. وأما الإبهام والوسطى من الأصابع فإنه يحلقهما بأن يجعل طرف الإبهام على طرف الوسطى فتكون كهيئة الحلقة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون، بهذا نأتي على نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ولكم في الختام تحية من زميلي مشعل الدهيشي في هندسة الصوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.